بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، فاليوم غادي نحاولوا نتكلموا على خاصية من الخصائص ديال هذا الشهر المبارك، وما هي الفوائد الصحية اللي ممكن أنه الإنسان يستفد منها أثناء الصيام ديال هذا شهر رمضان. يقول الحق سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أنا مريض، واش ممكن نصوم؟ نعم. أنا في السكر، واش ممكن نصوم؟ نعم. أنا في علة من العلل، واش ممكن نصوم؟ نعم، ممكن تصوم، ولكن الصيام يكون بالقواعد ديالو. كان الطبيب قال لك ودي ممنوع عليك تصوم وما وقطعتي الصيام هذه 5 سنين وست سنين وتجي اليوم وتصوم، فهنا غتقدر تكون صعقة أو لا ضربة قاضية للصيام ديالك، للصحة ديالك. فلهذا ماذا يجب علي أن أقوم به؟ وهو أنك تستعن بواحد المجموعة من المعطيات العلمية في المجال ديال التغذية، أو لا من المتخصصين في المجال ديال التغذية وينبهوك للطريقة السليمة اللي ممكن أنك من خلالها تعافى، وممكن أن من خلالها تصوم وتأخذ الأجر ديال الصيام. لكن على أساس أنك تنطلق مباشرة من واحد القطيعة مع الصيام مثلا وتجي وتصوم اليوم، ممكن انك تدير ارتباك ووعكه في الصحه ديالك اللي يقدر يكون انعكاسات ديالها السلبيه تكون كبيره وكبيره جدا. فنرجعوا للايه الكريمه: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. فهاد الجمله هذه وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون فيها من الاسرار ما لا تعد ولا تحصى. وسنحاول في هذه الحلقات ديال سيدنا رمضان اننا كل مره نسلطوا الضوء على موضوع من المواضيع ديال رمضان. فلما كتكلم على رمضان كتكلم على احياء الميتابوليزم في المنظومه الجسميه كلها. احياء الميتابوليزم هو اللي كنتكلموا عليه، الايض، بمعنى ان احياء الايض. والناس اللي ما كيفهموش، الناس اللي ما قاريينش، والناس اللي ما عارفينش شنو هو الايض، بمعنى ان داك الشيء اللي دخلتيه كيتحلل وكيتهرس كليا وكيولي جزئيات اللي ممكن يستفد منها الجسم ديالك. وعاوتاني كتبداو لي رياكسيون دانابوليزم. شنو هي لانابوليزم؟ هو دوك المكونات البسيطه، الجسم ديالنا كيبقى يشد وحده بوحده بحال الياجور، كيشد وحده بوحده وكيبدا يبني بها الذات ديالنا. فاذا كانت شي حاجه مهرسه في الكلاوي كيبنيها، واذا كانت شي حاجه مهرسه في القلب كيبنيها، واذا كانت شي حاجه مهرسه في الدماغ ديالنا كيبنيها. وهذا الشيء ما يمكن له يتاتى الا اذا كليت شي حوايج اللي فيها هذاك الياجور مزيان، واللي فيها هذيك السيمه مزيانه، واللي فيها هذاك الحديد مزيان. وشنو هو السيمه والياجور والحديد؟ هو المواد الغذائيه الطبيعيه. لما كتاكل مواد غذائيه طبيعيه اللي نابته من الارض وما مداوياش وتدخل الجسم ديالك، كن على اليقين ان جميع الامراض اللي كتعاني منهم ممكن تخلص منهم. وانك الا بعدتي غير في هذا الشهر ديال سيدنا رمضان، بعدتي من الاشياء المصنعه ومن الاشياء المعلبه، وتاكل ما هو طبيعي 100%، كن على اليقين بان برمضان وبجوج ديال الوجبات، لان دابا تقريبا لما قمت بعمليه يعني استطلاعيه على المغاربه، كل شيء المغاربه ممكن يكونوا مرض كلهم. وبالتالي ما ديك الايه اللي كتقول: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، بمعنى انه لما كنكون في البيت ديالي ولابس البيجامه ديالي وجالس مع وليداتي، فاذا به كنسمع الاذان ديال العشاء. ما يمكن ليش نخرج بالبيجامه ديالي نصلي العشاء. اشنو كندير؟ كنلبس اللباس كما قال لي الله سبحانه: خذوا زينتكم عند كل مسجد، بمعنى انك لما تكون غادي للمسجد لبس شي حاجه نقيه ولبس شي حاجه اللي غتلاقي فيها الله سبحانه وتعالى. حتى لما كيكون مغوت عليك غير المدير ديالك وعارض عليك المدير ديالك، كتمشي تقلب على احسن حله وتلبسها باش شكون غتلاقي؟ المدير ديالك. وكتقول للجيران وكتقول للمدام ديالك وتقول للوليدات: انا اليوم غادي نتلاقى المدير، وهي كتختار لك، وانت غادي لعند سيدي ربي ولابس سروال مقطع، غادي عند سيدي ربي ولابس السروال ديال الكتمه والتيشيرت ديال لا. خذوا زينتكم عند كل المسجد، راك غادي عند سيدي ربي لبس شي حاجه نقيه اللي غتلاقي فيها سيدي ربي. وغير لما تسالي
وكلوا واشربوا، بمعنى مجرد ما ترجع من البيت ديالك انا داكل، بمعنى الا مشينا قرينا هذه القراءه هذه شحال من وجبه، شحال من ماكله عندي في النهار؟ ممكن تكون عندي 5 ديال الماكلات، عندي الماكله اللي بعد ما نجي من الصلاه ديال الصباح، وعندي ماكله من بعد ما نجي من الصلاه ديال الظهر، وماكله ديال العصر والمغرب والعشاء. لكن الا مشينا حتى بقينا كناكلوا 5 ديال الوجبات في النهار مع هذا الاكل غير صحي، كل مغربي غتولي فيه 200 كيلو. هادو الله سبحانه وتعالى تكلم مع الناس اللي كيعرفوا شنو كياكلوا، اللي كياكلوا البيو راه تاكل 5 ديال الوجبات وبيو ما عمر ما تكون عندك سمنه مفرطه، تاكل 5 ديال الوجبات ولكن بيو ما عمر تكون عندك النحافه يعني المخجله. فهناك سؤال اللي تطرح عليا، اشنو غندير في هاد الايام وانا بغيت نزيد شويه في الوزن؟ واش ممكن في هاد الشهر ديال رمضان؟ ممكن وممكن جدا انك تزيد في الوزن ديالك الى تفاعلتي مع رمضان بشكل ايجابي. شوف لما كتصوم في رمضان وهذه الايام اللي مطلوب منك هو انك تاكل جوج الوجبات فقط، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واكلوا واشربوا، بمعنى ان الصبح والظهر والعصر هادو ما عندناش الحق ناكلهم، شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا المغرب والعشاء. اذا عندي وجبه بعد المغرب وعندي وجبه من بعد العشاء، هادو هما اللي بقاو ليا في شهر رمضان. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم زادنا وجبه واحده اخرى وقال صوموا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه، بمعنى ان في شهر رمضان ولات عندنا 3 الوجبات، وجبه ديال الافطار، وجبه ديال بعد صلاه العشاء، ووجبه كذلك ديال السحور. ولكن احنا الذات ديالنا كلها ملوثه، فاذا كلينا هذه الوجبات ممكن ما نستافدوش من الشهر المبارك، ممكن ما نستافدوش. فلهذا انا كنحبد كمتخصص في المجال ديال التغذيه كنحبد يبقاو لينا جوج الوجبات، الوجبه ديال الفطور والوجبه ديال السحور. والا بقاو لي هاد جوج الوجبات مع واحد ليكار ديال 8 السوايع ما بين الوجبه والوجبه و16 ساعه ما بين السحور والفطور، هادو كافيين على اساس اننا نعطيو شويه الراحه للانسولين. والا عطينا الراحه للانسولين كنخليو واحد الهرمون ثاني اللي كينوض يشتغل، ولما كينوض هذا الهرمون الثاني يشتغل كيبدا يحرق ليا السكريات اللي كاينه عندي في الدات ديالي، وكيحرق ليا الزائد من الدهون اللي كاين عندي في الدات ديالي. ولما كيتحرقوا الزائد من الدهون اللي كاين عندي في الدات ديالي كيولي عندي طاقه كبيره وكبيره جدا، ولما كتولي عندي طاقه فوق القانون الجسم كيبدا يستعد الحيويه ديالو وكيسترجع النشاط ديالو، وكيولي هذوك الامراض اللي كانت بالامس ممكن تضرني الان وليت غنبقى تولي عندي يعني اعاده ديال الميتابوليزم واعاده ديال الحيويه واعاده ديال النشاط الداخلي في الذات ديالي. ولما كتولي عندي هذا النشاط بهذا الشكل هذا كتشوف الجسم بدا كيسترجع النشاط ديالو، الجسم بدا كيسترجع الحيويه ديالو، الجسم ولا عنده الامكانيه باش الا بغى يزيد في الوزن يزيدو لان الميتابوليزم تزاد، ولا بغى ينقص في الوزن ينقصه لان الميتابوليزم تزاد. الا كان عندي نقص في الوزن هو كيبقى يقلب من دوك العناصر الغذائيه اللي غنعطيهم ليه في هذا الشهر ديال رمضان انه يبني، والمشكل ديالي كيولي ممتاز، العضلات ديالي كلها كتولي ممتاز، الوقفه ديالي كتولي ممتازه، وكنسترجع البدنه اللي كنت كناخذها. اشنو غناكل بالنسبه للناس اللي كيطالبوا نزيد في الوزن ديالي؟ اشنو غادي ناكل؟ شنو غادي تاكل في الوجبه ديال الافطار؟ غتاخذ تبدا بالتمر، 7 تمرات هي الاولى، وغتاخذ كذلك الفواكه لان الفواكه اساسيه في بناء العضلات ديال الجسم ديال الانسان، وغتاخذ اون سالاد، وهذيك لا سالاد اللي هي معروفه عند المغاربه، المغاربه راه الشلاضه ديالهم ممتازه جدا، لكن اللي كنطالبكم انكم تزيدوها في ديك الشلاضه المغربيه غتزيدوا لو مايس اللي هو الذره، وغتزيدوا كذلك لافوكا. الا زدتوا المايس ولافوكا وزدتوا خديتوها في الافطار وخديتوها في السحور، والناس اللي عندهم نحافه كبيره ممكن يزيدوا الوجبه الثالثه من بعد صلاه العشاء، وغتولي عندك 3 ديال الوجبات فيها فاكهه وشلاضه، فاكهه وشلاضه، فاكهه وشلاضه. الميتابوليزم تحرك بالطريقه اللي شرحناها قبل قليل، لما غيتحرك لك الميتابوليزم وعطيتيه جميع الاشياء اللي هي مفيده كون على اليقين بان البناء ديالك غادي يوصل للمستوى الراقي ديالو، وغتشوف الجسم ديالك بدا كيسترجع
البنيه ديالو، وهذيك اللي كانت نحيفه بالامس او لهذاك اللي كان نحيف بالامس ممكن انه يسترجع البناء ديالو ويسترجع الوقفه ديالو ويسترجع الوزن الحقيقي اللي كان فيه. وكيفاش يمكن لي نعرف الوزن الحقيقي واش انا نحيف ولا دخلت في السمنه؟ كندير عمليه حسابيه اللي هي كنشد الوزن ديالي ونقيده في ورقه، وكنعبر الطول ديالي وكنقيده في ورقه، وكنشد الطول ديالي وكنضربه في الطول ديالي. الا كنت كنوزن متر و60 كنضرب متر و60 مضروبه في متر و60، كنشد داك الرقم ونحطه، وكنشوف الوزن ديالي كنقسم الوزن ديالي على داك الطول في الطول ديالي وكنشوف. الا لقيت في النتيجه لقيت بانه هذاك اللي كيتسمى لانديس دو ماس كوربوريل، الا لقيته هابط على 18 كنقول انا داخل في النحافه، اذا خصني ندير شي عمليه باش نطلع للمستوى. ولا لقيته ما بين 18 و 25 انا راني في الوزن الطبي، بمعنى خصني نقلب انني نبقى دائما ما بين 18 و 25 راني في الوزن الطبي. الا خرجت على 25 راني بديت كندخل في القضيه ديال السمنه من الدرجه الاولى او لا زياده في الوزن. من 25 30 راني داخل في زياده في الوزن، من 30 ل 35 راني في السمنه من الدرجه الاولى، من 35 ل 40 راني في السمنه من الدرجه الثانيه، والى فت 40 كندخل في السمنه المفرطه، وهنا غيجيو الامراض ديال القلب والشرايين، وهنا غتجي الامراض ديال السمنه المفرطه، وهنا غتجي الاشكال المشكل ديال الزياده في لا طونسيون والزياده في السكري. وممكن الانسان يتعرض للالزهايمر، وممكن يتعرض للباركنسون، وممكن يتعرض للامراض اللي كنتكلموا عليها الامراض العصريه. اذا بالتغذيه والصيام ممكن ان اخرج من الامراض العصريه. لكم مني الافضل التحيات، الدكتور محمد احسين.